السلام عليكم، يلا حيهم. قلبت اليوم بيت المحمي بدال السقي الارضي، وهذا ركبت البخاخات هذه 4 ليات، بس خليت الرئيسي بدل ما هو بالطرف، لاني شفت الناس حاطينه بالطرف، قلبته وخليته بالنص هنا بالسنتر، 2 بوص و3 ارباع، 4 خطوط طلعة كذا و4 خطوط طلعة كذا. جيمس طفي طفي، ما يبغى طفي طفي، مروحة طفي. ابو حور شغل الما، فكه فك الما. فكوا، خلنا نوريهم. ما شاء الله غيمة. طبعا شغال على الخزان. هذا هو البخاخ الصغير اللي ركبته على الليات الثلاث ارباع، يجي هلما ويدور زي الرشاش يصير. البيت هذا استهلك 150 بخاخ، مساحة البيت 40 متر في 9. والله ما تكلمت بهم سنة ولا من أمس، أنا ناوي ركبه اليوم لين شفت فعله. صراحة يستاهل، اللي أبي فوق اللي أبي. الصينيين ما خلوا شيء، ممتاز جدا بعد التجربة. هذا عند شركة ديماس، قيمته 5 ريال، ويركب بالكبس حتى ما هو محتاج مربط ولا شيء ولا حاجة، كبس وبس. ممتاز جدا. هذه باقي اعمال الاستراحة اللي خذتها صيانة. بهالنخل هذا والله مبطي ما كرب، ومليان رواتب. هذه طلعنا، هذه رواتب كلها. ما هو وقت تكريب هذا، يعني متأخر بالحيل هالوقت هذا، لكن مش اسوي يعني، مضطر. اخاك لا بطل، لازم اسويها. شوف شكل النخلة بعد ما تكربت وزانت، فرق. باقي تسمت سماد بلدي، نظف اللي تحته، والنخل كثير، يمكن حال 70 خلة بالاستراحة. إن شاء الله يومين احنا مخلصين، مع تقليم الشجر احنا قاضين ومسندين إن شاء الله. شغل متأخر ولازم نخلص بسرعة، معنا وقت إن شاء الله. الأسبوع هذا 10 أيام يندي. هذا المفروض يطلع ب3 سنين كله صار.